النقطة بقى المهمة وأزمة الثقة ما بين لاعبي النادي الأهلي والجماهير، واللي كانت فيها هتافات من الجماهير في المباراة الأخيرة، خاصة طبعا المباراة السابقة اللي كان فيها تعادل للنادي الأهلي، مباراة سيراميكا كليوباترا، عدم الثقة ما بينهم وما بين الجماهير. النهاردة شفنا هتاف من بداية المباراة لحد نهايتها، شايف ده ازاي وترجمته النهارده في الملعب ازاي بفوز الاهلي؟ يعني كلنا انتقدنا لعيبه الاهلي، بس يمكن الوضع بيبقى مختلف شويه في ارض الملعب، لان يعني اللاعب بيتاثر، اللاعب المصري غير اللاعب الاوروبي يا اسامه، او اللاعب اللي هو اللي عنده ثقافه، اللاعب المحترف، احنا لعيبتنا بتتاثر، ما حدش يقول لي ان اللاعب بينزل الملعب ما بيتاثرش بهتافات الجماهير، لا، النهارده شفنا الجماهير كانت عامل سر يعني كانت عامل مهم جدا في فوز النادي الاهلي، قدروا يرجعوا الثقه للعيبه، وخاصه مع اللعيبه اللي مستواها بعيد. يمكن المباريات اللي فاتت شفنا كان شويه في بعض المناوشات ما بين بعض الجماهير ولاعيبه النادي الاهلي، يمكن كان في تدخل من بعض اللعيبه القدامى وبعض المعروفين على السوشيال ميديا وبعض قاده الجماهير في المدرجات. الامور النهارده اختلفت تماما، وشفنا يمكن الجماهير قعدت تدعم اللعيبه لحد اخر لحظه، ما شفناش النهارده اي حد من الجماهير انتقد اي لاعب، رغم ان كان في بعض اللاعبين يستحقوا الانتقاد فعليا في الملعب النهارده. تمام، الناحيه الثانيه طبعا بدات التصريحات تخرج من المباراه، والتصريح الاول لتكيس، دايما معودنا تكيسه تظهر دلوقتي الصوره معانا على الشاشه، ان بيقول طبعا تصريحه ان الفريق الافضل لا يفوز دائما، الاهداف التي تلقيناها غريبه، الاول من تسديده على بعد 30 يارده والثاني من ركنيه والثالث هدف ذاتي. تكيس دايما ما بيعيبش في اداء فرقته. انا عايز اسال تكيس سؤال، طب الاجوان هتيجي ازاي؟ يعني اقول لك تسديده، هو عنده فكره ان هو دول ما هو مستحوذ يقدر يكسب الماتش. الاستحواذ ده يمكن احنا بنشوف كل حتى في الدوريات الاوروبيه، في كاس العالم الاخير شفنا فرقه بتستحوذ وفرقه بتكسب، هي الكره دلوقتي تكتيك، ازاي ان انت تقدر توصل لهدفك باقل الخسائر. تمام، مش النهارده كولر بيلعب النهارده حتى الطريقه ده، اسامه وتوهز بيلعب بيها مستر فيريرا على طول، ان هو بيسيب الاستحواذ للفرقه اللي قدامه ويبدا يلدغ زي ما بيقولوا، وده في الاول وفي الاخر في النهايه كولر. انا مع كولر مدرب النادي الاهلي. النهارده الاهلي كسب لان هو اللي قدر يستغل الفرص. طب انا عايز اسال مستر تكيس، انت 90 دقيقه ممكن محلل الاداء اللي عندك يديك الاحصائيات بتاعت لعيبتك، مفيش تصويب على المرمى غير الكره الكورباك بتاع رمضان صبحي، كل الكرات الاستحواذ بلا فعاليه، يعني كلها كرات عرضيه او كرات مقطوعه عند حدود 18، ما شفناش تسديده، كلها هجمات فرديه لمصطفى فتحي وعبد الله السيد او رمضان، معلش حلول فرديه كلها، حلول فرديه. وبعدين انا النهارده هو التصريح ده فيه مشكله، يعني النهارده قال لك من تسديد على بعد 30 يارده، هنا طب ما الخطا ده على مين؟ خطا دفاع، انت لان ما عرضنا في الهدف، انت قلت تمركز اللعيبه، تمركز لعيبه غلط. طب انت في ال 30 ده في 7 لعيبه واقفين. يمكن الجون ده بيفكرني بجول امام عاشور في الاهلي في مباراه الكاس، نفس الهدف برضه، المدافعين واقفين يتفرجوا، وطبعا دي اخطاء مدافعين. الحاجه بس انا عايز اقول، يمكن انفراد بنسبه 80% قد تكون هذه المباراه الاخيره لتكيس جونياس. مسؤولي بيراميدز بالفعل اتصلوا بمستر كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، وهو الراجل في المكالمه، يمكن انا حضرت المكالمه، قال لهم ان انا مرتاح في السعوديه وفي التعاون السعودي، لكن الامور ممكن تختلف طبعا، فرقه بيراميدز والاجواء اللي بيعيشها فرقه بيراميدز ما تقلش عن الدوريات السعوديه في السعوديه او في الامارات، لكن كارترون بيقترب بشده ان هو يكون خليفه لتكيس جونياس. الطرف الثاني واللي كان في تواصل معاه هو التونسي معين الشعباني، ويمكن زي ما قلت لك احنا ممكن بعد الهوا ممكن نسمع خبر رحيل تكيس جونياس عن نادي بيراميدز الفتره دي، لان هو فعلا يعني زي ما هو الخبر ده اتكرر اكتر من مره، لكن ما كانش بيتم، لكن لا كان في مصادر داخل بيراميدز قالت ان مباراه الاهلي هي المباراه الاخيره لتكيس جونياس مهما كانت النتيجه، وطبعا النتيجه تقيله النهارده. مفاجآت النهارده احمد المصري عنده معلومات كثيره جدا، الماركاتو عنده معلومات كثيره جدا، في مفاجآت كثيره فيه. اول مفاجاه معانا ان بيراميدز بيقترب بشده من رحيل تكيس، وكارترون بيقترب ومعين الشعباني المدير التونسي. معين الشعباني في قصه ثانيه مش هنحرقها دلوقتي، معين هنتكلم فيها لغايه لما هو دايما بيبقى نجم الشباك في ميركاتو المدربين. يعني احنا عندنا معين الشعباني ليه كواليس ثانيه في نادي ثاني هنعرفها دلوقتي مع احمد المصري، لكن خلينا نكمل في بيراميدز ونروح للتصريحات بعد المباراه. كولر طلع بعد المباراه وقال استطعنا ان نحقق الفوز في الاختبارات الصعبه امام الزمالك وبيراميدز، وهو ما يمنحنا الثقه ويجعلنا عفوا نسير على الطريق الصحيح. واضح جدا ان هو بيهتم بالمباريات الكبيره، بيهتم بالمنافسين المباشرين، هو بالنسبه له المنافس المباشر هو لما يكسبه هو ده بالنسبه له الهدف عشان يتفوق في الدوري. اللي هياثر على الاهلي في مسيره الدوري السنه دي مش فرق التوب فور او التوب فايف فوق، الاهلي مشكلته يمكن دي مشكله من ايام موسيماني، ما اعرفش هل هي بقى اللعيبه بيبقى عندها تشبع او تكبر على الكوره، ان دايما مباريات الاهلي مع انديه الوسط تمام اللي بتعمل ازمه في فرق النقاط في الدوري. شفنا الاهلي عمل مباراه السوبر هايله قدام الزمالك بنفس التكتيك اللي لعب بيه النهارده مستر كولر، النهارده بيلعب مع بيراميدز فرقه من اقوى الفرق في الدوري المصري،
حتى شفناه في المباريات الأفريقية مع المونستيري بره بيلعب ازاي وي وي والامور دي كلها. فانا شايف ان المباراة دي هتدي ثقة شوية، وخاصة ان هي جاية بعد دروب شوية في الاداء اسامة، وفي نفس الوقت هزيمة المنافس المباشر ليك الزمالك. فالمباراة النهاردة حسب تصريحاته انا شايف ان هي ممكن تبقى بداية تصحيح الاوضاع مع عودة اللعيبة اللي غايبة زي ما قلت لك، اللعيبة المؤثرة، واللي منهم طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر رجع النهاردة. نتمنى طبعا ان بقيه اللعيبه زي قفشه، لا لازم يراجع نفسه، قفشه مش ده القفشه اللي احنا نعرفه، واحد من افضل اللعيبه او صناع الملعب اللعب في مصر، لا بعيد شويه قفشه. الحاجات دي كلها مع الفوز المعنوي النهارده على المنافس وبيراميدز، وانت عارف الفوز على بيراميدز ليه معنى خاص، ممكن يكون سبب فعلا ان الاهلي يبدا يرجع تاني على الطريق الصحيح الفتره الجايه. طيب بما اننا اتكلمنا على الاهلي قبل ما نروح لملف الزمالك ومباراته النهارده مع اسوان،